لأننا سنبصر على برنامج بيضاني قوي ومكثف على الأقل يرد الاعتبار لأستاذنا في فرض عين التعاون. أعتقد أن المشكلة الأخيرة اللعابة التي دعت لتشتت على كل مكتسبات الشعب المغربي ومهاجمة المدرسة العمومية أننا سنرد ونعيد سنرد ردا قويا على تحديد خاص أيضا على خيرة المناظرين في القطار وخيرة المناظرين في الحقوق الوطنية الذي فرض عين التعاون. ونقول أننا سنرد أيضا الأقل إن ليس عبرة فقط وإنما مقاطعات كل أشكال التي من شأنها أن تجلب لنا كل مكتسبات نضالية التي ناضلنا عليها طيلة السنين وطيلة السنوات وتحية مجددة عالية لمنظركم وتحية أيضا للمسيرة الوطنية التي نضالها بالتعاقد وتحية لكل الإطارات وكل النقابات وكل الهيئات التقنية الداعمة تحية مجددة عالية لكل أساتذة الذين نبقى فيها Oh.